بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 36. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك. هذا يسأل يقول: ما مناسبة آية في قوله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية واضحة على ظاهرها أن جماعة من الأعراب قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فنادوه بصوت مرتفع: اخرج علينا يا محمد. فالله أنكر عليهم، قال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. بشرهم الله بالمغفرة على ما حصل منهم. والأعراب قالوا آمنا، ادعوا لأنفسهم مرتبة لم يصلوا إليها، لأنهم حديث عهد بالإسلام ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم، ادعوا مرتبة من الإيمان لم يصلوا إليها. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. والإسلام أوسع من الإيمان، الإسلام أوسع من الإيمان، لأن الدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم كما فيما سأله عنه جبريل عليه السلام بحضرة أصحابه في الحديث المشهور حديث عمر رضي الله عنه. فالإنسان لا يدعي لنفسه كمال الإيمان أو قوة الإيمان، لأن هذا تزكية للنفس، هذا وجه أن الله عاتبهم بذلك، ولكنه بشرهم فقال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني وسيدخل، هذه الآن لما تفيد أنه سيدخل الإيمان في قلوبهم. فالإيمان يقوى في القلوب شيئا فشيئا، كما قال أهل السنة والجماعة: الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. هل يجب الترتيب في جمع التأخير مثل العصر والظهر؟ نعم، لا بد، الظهر قبل العصر سواء جمعت أو لم تجمع، الظهر قبل العصر، يصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر في وقتها إذا كان ما هو يجمع، أما إذا كان يجمع فيصلي العصر، يعني يجمع جمع تقديم صلي العصر بعدها، أو جمع تأخير صلي العصر بعد الظهر. نعم. امرأة تقوم بالدعوة إلى الله، فهل يجوز لها أن تدخل المسجد وهي حائض لأن لديها محاضرة؟ لا يجوز لها أن تجلس في المسجد وهي حائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. ما أن تمر مع المسجد أو تدخل لأخذ حاجة وترجع فلا بأس بذلك. نعم. يقول هذا السائل: ما الجمع بين الآية الكريمة ولا تزر وازرة وزر أخرى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها؟ لأنه متسبب، لأن الذين عملوا بالسنة السيئة بسبب دعوة هذا الرجل هو متسبب في هذا. نعم. البنت الصغيرة والتي لم تحض، هل تقطع صلاة الرجل؟ القطع لا تقطع على الكبيرة ولا الصغيرة، ولكن الكبيرة يحرم مرورها من أمام المصلي، وينقص إذا أذن إذا تركها تمر ينقص ذلك من ثوابه. أما البطلان فالصحيح أنها لا تقطع لا الكبيرة ولا الصغيرة. نعم. هذا يسأل الشيخ عن حكم تلحين الدعاء والقنوت والتكلف فيه والزيادة في عبارات سجع. تكلف لا يجوز، وتحسين الصوت والترتيل هذا إنما هو للقرآن خاصة، وأما الأدعية فلا حاجة إلى التلحين ولا إلى الترتيل. والسجع يكره، السجع المقصود والمتكلف يكره الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الشيخ: هل يجوز للزوج أن يبيع من ذهب زوجته بدون علمها وهي تحتاج هذا الذهب؟ لا يجوز، حتى ولو كانت ما تحتاج، ما يجوز
إلا بإذنها. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، لا زوجته ولا غيرها. نعم. يقول في حديث فيما معناه حديث النفر الثلاثة: وفيه من استحيا فاستحيا الله منه، ما معناها؟ وهل كتب له أجر أم لم يكتب؟ نعم، دخل ثلاثة نفر والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يحدث أصحابه، فواحد انصرف وواحد جلس في الحلقة والثالث استحيا فجلس في الحلقة حياء، استحيا الله منه. هذا فيه وصف الله جل وعلا لأنه يستحيي، كما قال جل وعلا: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، استحيا فاستحيا الله منه، فهو صفة من صفات الله ولكنه لا يليق بالله، ليس كاستحياء المخلوقين. نعم، فالثواب كتب للذي جلس رغبة، وكتب أيضا للذي جلس حياء من الله عز وجل، كتب له الثواب. نعم. هذا يسأل يا شيخ، يقول: بالنسبة للقيام والتراويح، هل بينهم فرق؟ ولماذا سميت تراويح وقيام؟ ليس بينهما فرق، كله صلاة ليل وكله تراويح وكله يسمى تهجد، إلا أن التهجد غلب على الصلاة في آخر الليل والتراويح في أول الليل. نعم. هذا يسأل يا شيخ عن الزكاة، الشخص الذي لم يزكي لعدم معرفته بأهميتها ووجوبها، هل يزكي عندما يعلم بالحكم؟ الزكاة ركن من أركان الإسلام، لا بد من إخراجها، وهي دين في ذمة المسلم إذا لم يبادر بإخراجها، فعليه إذا علم الحكم أن يبادر بإخراجها، لأنها دين في ذمته، لا تبرأ إلا بإخراجها ووضعها في مصرفها. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا يسأل الشيخ عبد الرحمن عن الاستخارة، هل تجوز الاستخارة بالدعاء فقط دون الصلاة؟ الوارد أنه يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بدعاء الاستخارة، هذا الذي ورد في السنة. نعم. يسأل يقول عن الآية الكريمة قوله تبارك وتعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، هل هذا التطفيف خاص في الكيل وهل يشمل أمور أخرى؟ نعم، يشمل أمور أخرى، لقوله تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، فلا يجوز الغش في البيع والنقص في البيع، نقص السلع أو تدليس السلع وإظهارها بالمظهر الحسن وهي غير ذلك، يعني ينمقها ويحسنها، كل هذا ما يجوز، كله من الغش والخداع وأكل أموال الناس بالباطل. نعم. أحسن الله إليكم. في آخر أسئلة السائل عبد الرحمن يسأل عن الأسباب المحبطة للعمل. أعظم الأسباب المحبطة للعمل الشرك بالله عز وجل: لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومما يحبط العمل المن به، أن يستكثر عمله ويمن به على الله، قال جل وعلا: ولا تمنن تستكثر، وقال سبحانه: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الإنسان لا وأيضا الإنسان حينما يؤدي العمل لا يدري هل قبل منه أو لم يقبل، قال الله جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. قد يكون العمل صحيحا وطيبا ولكن يظلم الناس في أعراضهم في أموالهم في دمائهم، ففي يوم القيامة ما في دراهم ولا دنانير ولا مال يؤدى منه المظالم، ليس فيه إلا الحسنات، فيؤخذ من حسنات الظالم تعطى لحسنات تعطى للمظلومين، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه يؤخذ من سيئات المظلومين تطرح عليه فيطرح في النار. يقول السائل عبد الله: كنت منوم في المستشفى أيام الشتاء والبارد وأصابتني جنابة لكنني لم أتمكن من الاغتسال، وجعلت أتيمم إذا حضرت الصلاة بدون أن أنوي رفع الحدث الأكبر، جلست على ذلك مدة أسبوعين وأنا أصلي على تلك الصلوات. إذا لم تنوي، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا لم تنوي رفع الجنابة بالتيمم فإنه لا يرتفع، فعليك أن تقضي هذه الصلوات التي صليتها وهي قليلة، أيام قليلة، لا مشقة عليك في قضائها والحمد لله. نعم. هذا يسأل يقول: ما معنى تلقي الركبان والشراء منهم، وما حكم البيع والشراء في مثل هذه الحالة؟ لا يجوز تلقي الركبان وتلقي الجلب، لأن هذا يضر أهل السوق، يترك الركبان والجالبين يأتون إلى السوق ينتفع منهم الناس
إذا تلقاهم واشترى ما معهم فإنه حينئذ يضر أهل السوق. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان وعن تلقي الجلب، فيكون هذا محرم، تلقي الجلب وتلقي الركبان يكون محرما وفيه إثم. إذا قدم أهل السلع، لأن هذا فيه مضرة للجالبين ومضرة لأنه يخدعهم ويأخذ منهم الشيء الرخيص وهم لا يدرون عن السلع في داخل الأسواق، ويضر أهل السوق أيضا، فيه ضرر على الفريقين. فإذا قدم أهل السلع إلى السوق ووجدوه قد غرر بهم وخدعهم، فلهم الخيار، لهم الخيار أن يمضوا البيع أو أن يفسخوه دفعا للضرر عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. قول بعض الناس عندما يعطيه الدواء: خذ هذا الدواء فإنه قاهر للمرض. هذا تعبير سيء، قاهر للمرض. لا أحد يقهر إلا الله الواحد القهار سبحانه وتعالى، لكن يقول هذا الدواء دواء يرجى منه الشفاء أو ما أشبه ذلك، أو أنه مناسب، لا بأس. أما يقول قاهر للمرض أو قاطع للمرض أو مزيل للمرض، هذا من الجزم المحرم، إنه لا يشفي إلا الله سبحانه وتعالى، والدواء إنما هو سبب من الأسباب، لا يشفي إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. هذه السائلة أم صالح تقول: بأنني في الصباح أقرأ الأوراد الصباحية بحضور أولادي قبل ذهابهم للمدارس، فهل تكفي هذه الأوراد لتلك اليوم الطويل؟ نعم، الأوراد الصباحية إذا أتيت بها لك ولأولادك تنفع بإذن الله الصباح، نعم، أو في المساء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن تربية الكلاب لغير حاجة. نحن في مزرعة وعندنا أكثر من حيوان ومنها الكلاب. تربية الكلاب المقصودة لا تجوز، ولا يجوز اقتناء الكلب إلا لما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، من حراسة الزرع أو من حراسة الماشية أو للصيد، كلب الصيد. وما عدا ذلك، من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراط، والقيراط مثل الجبل العظيم. فلا يجوز للمسلم أن يقتني الكلب إلا لما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. تأتيني من بعض القائمين على بعض المساجد رسائل مثل: حسنات مثل الجبال، اليوم سيصلى على 9 جنائز فهلموا، فهل هذا مشروع؟ هذا من التكلف، ولا ورد عن السلف أنهم يعملون هذا، يعدون الجنائز اللي في البلد. نعم، يخبرون عن موت الميت، إذا مات يصلى عليه، ومن كان له عليه حق يتقدم. قد نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي، يعني أخبر بموته يوم مات وصلى عليه صلاة الغائب، فكونه تحصى الجنائز التي في البلد يكفي إذا صلى على جنازة واحدة وشيعها وحضر دفنها ووقف على قبرها بعد الدفن واستغفر لها، هذا يكفي وفي خير كثير. نعم. هذا سائل يقول: إن إبليس قد طرد من الجنة بعد أن امتنع من السجود لله، فأين كانت الوسوسة؟ إبليس طرد من الجنة لما عصى أمر الله بقوله: ويقول قلنا للملائكة السجود لآدم، وهذا ليس السجود هنا لله، إنما هو سجود تحية، سجود لآدم، سجود تحية لا سجود عبادة، ولكن الله أمر به، فإذا أمر الله بشيء وجبت طاعته سبحانه وتعالى. فإبليس عصى ربه فغوى، وآدم أذنب فاستغفر فغفر الله له. أما إبليس فإنه احتج بالقدر، قال: ربي بما أغويتني، ما قال غويت، أقول أنت اللي غويتني، هذا من علم الجبر والعياذ بالله، مذهب الجبرية. إبليس والعياذ بالله عصى أمر ربه متعمدا، فطرده الله من رحمته وأبعده من طاعته عقوبة له. نعم. هذا السائل يقول: شيخ، بعت السيارة لصاحب معرض وأردت أن أشتري أخرى بالتقسيط، فبدأ لي أن أشتريها من صاحب المعرض، فلو فعلت فهل علي شيء؟ هذه السيارة أي سيارة؟ السيارة التي باعها على المعرض. نعم، ما دام صاحب المعرض اشتراها وملكها. نعم. وقبضها، يجوز أن يبيعها عليه. نعم. يقول: هناك برنامج في الجوال يجتمع فيه البعض من الناس حول الصلاة أو موضوع صلة الرحم أو موضوع الزكاة، فهل تعتبر هذه المجالس التي تحفها الملائكة؟ لا، ليست المجالس، مجالس العلم التي حلق الذكر، التي فيها تلاوة القرآن، فيها تدارس العلم، علم الحديث، علم الفقه، علم التوحيد، هذه
هذه مجالس العلم، أما مجرد النظر في التسجيلات أو في الإنترنت أو ما، هذا إذا كان فيه نفع وفائدة فلا بأس، أما أنه يعتبر أنه من حلق الذكر وليس طلب العلم بهذه الطريقة. طلب العلم يؤخذ من العلماء ومن حلقات التدريس ومن فصول التدريس. نعم. يقول السائل: ابني في السابعة من عمره وأصحابه معي إلى المسجد، وسؤالي: البرد قادم وقد يشق عليه الخروج معي لصلاة الفجر وكذلك إيقاظه، فهل يجوز أن يؤخر الصلاة ليصلي في البيت؟ لا، ربه على الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع وربوهم عليها لعشر، ربه على الصلاة. وأما البرد بإمكانك أن تشتري له الملابس الدافئة ولا يضره البرد بإذن الله. نعم. يقول: إذا أراد طالب علم أن يترجم بعض الكتب لعالم من العلماء إلى لغة أخرى، فهل يجب على الطالب أن يستأذن من هذا العالم؟ لا بد، إذا أردت أن تترجم كتاب شخص أن تستأذنه في ذلك، لأنه ربما تغير المعنى وتغير بعض الأشياء، لا بد يشرف على هذا العالم، لا بد يشرف على ترجمة كتابه، إما هو وإما بأن يكله إلى متخصص الترجمة ينظر فيها. شكر الله لكم الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وسجل هذا اللقاء زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.